غزل شبين بالذات العمال هم حراس الشركة. كل عامل بيخاف على مكانته. لو هوري لحضرتك برضه طبعا في نقطة مهمة قوي يا استاذ حسام. المصنع كل عنبر ليه اربع ابواب غير ابواب الطوارئ. ابواب الطوارئ بتتقفل وتلات ابواب بيتقفلوا ويفضل باب واحد بس هو اللي مفتوح. نقطة مهمة بقى يا استاذ حسام. طبعا الشركة الوحيدة اللي اشتغلت اثناء الثورة هي شركة شبين الكوم لغزل الرئيسي. اشتغلت ليه؟ طبيعي الناس قالوا لا ده ما عندهمش انتماء، ده مش مؤمنين بالثوره. لا لا، الوضع غير كده خالص. عمال غزل شبين كانوا حريصين على شركتهم، ان في حاله وقوف الشركه وانهم خروجهم بره الاسوار هيرجعوا مش هيلاقوا في الشركه اي مكان في الشركه. وعلى ممكن في خلال الشهر اللي قامت فيه الثوره كانت الشركه دي بقت ارضيه من قبل الهنود واعوان الهنود اللي هم صابر سعفان ده المدير المالي، وهو سبب رئيسي في دمار الشركه. كانوا هربوا المكن كله بقى. هربوه بالطريقه اللي حضرتك شفتها دلوقتي. لان المكنه يوم ما بتركب بتركب في 3 4 ايام، يوم ما بتتفك بتتفك في ساعه. فده كان السبب الرئيسي. يا ريتك برضه ما تصورش دي الا لما اخد رايك فيها.